أصبح هناك في شيء في هذه المسألة. ومن هنا لعلكم في الأيام الماضية هناك مقطع متداول، هو مقطع قديم لكن تعرفون مع كل مناسبة يأتي بعض النشطاء على وسائل التواصل فيرسلون المقاطع القديمة. المقطع لأحد الناس وهو يتكلم في مسألة إن الإنسان إذا كان يستنزه من البراز في دبره عن طريق ما يسمى بالشطاف فدخل الماء إلى الجوف من الدبر فإنه يعتبر مفطرا. تخيلتم مسألة الآن، تصورتم مسألة، إنسان يقضي حاجته واستخدم الشطاف فمن قوة دفع الماء دخل إلى الجوف. طبعا الموضوع هذا أثار عمل تريندينج في بعض منصات التواصل وفي بعض القنوات مثل قناة البي بي سي، وجلست تتكلم المذيعة وكذا وسخرية وإلى غير ذلك، أيضا في الكومنتات على المقطع ما خلاص يعني لم يصبح من الدين إلا بس هالمسألة وكذا. نقول يا إخواني، أولا لا بد أن نتأدب مع الشريعة. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا رقم واحد. الأمر الثاني، كل مسألة في دين الله عز وجل هي مسألة عظيمة، والدليل قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا، ما وصف ربنا إيش؟ قولا ثقيلا. الأمر الثالث أخي الحبيب، السؤال جائز لكل أحد في صغار الأمور وفي كبارها. كان يأتي الرجل إلى عائشة ويسألها عن خف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسألها عن نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسألها أن تخرج له شيئا ممن كان يشرب فيه كأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الرجل يأتي من طيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عريش مصر ليسأل عن حديث الوضوء، كما في رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عن الصحابة أجمعين من المدينة إلى عريش مصر. فهذا لابد أن نعظم هذا الأمر ولا حرج فيه أبدا. وهذا الذي دل وكان الصحابة يفعلونه، يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت المقداد يسأله فقال: يكفيك منه الوضوء. هذا عسيدنا علي يسأل هذا السؤال، ويأتي الآخر يسأل عائشة عن أمور الجماع والغسل، قالت: كنا نفرك المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، إذا كان يابسا، وننضحه بالماء إذا كان رطبا، وإلى غير ذلك. نقل كل شيء من عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فننتبه لمثل هذا الذين يسخرون من الأمور الشرعية، هذا ليس من الديانة بل يخشى عليهم. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسألة مسألة عظيمة. الأمر الآخر أخي الحبيب، ليس كل من هب ودب أن يعتلي سور الشريعة ويتكلم في أمور الشرع. يقول عند الترمذي في الشمائل الأثر قبل الأخير عن محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك ما ينبغي لكل إنسان، كل من هب ودب يتكلم في أمور الشريعة لكي يزيد المشاهدات التي هي عنده أو في برنامج الذي هو يريده. الأمر جد عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس سنون الخداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: التافه، ويتكلم في أمر العامة. فهذه مسألة جدا مسألة عظيمة، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. أما نأتي الآن لتحرير مسألة النزاع. هذه المسألة ذكرها الفقهاء جميعا في كتبهم، كما عند الأحناف في البحر الرائق على كنز الدقائق، وفي المبسوط للسرخسي، وفي غيرها من الكتب قالوا: وقطر في إحليل، الإحليل هو الذكر، يعني قطر الأشياء في الإحليل اللي هو يعني يدخل شيء من الذكر، ومثاله من فرج المرأة، كما يسمى الآن الفاجينالز سابيزوتريز أو ما تسمى باللبوس المهبلي الذي يعني يدخل من فرج من المرأة، دي واحدة. الأمر الثاني أيضا أنه يدخل أحيانا من فرج المرأة ما يسمى بالمنظار الرحمي، لكي الدكتورة تعمل لها مثلا منظار، تحتاج إلى هذا في أوقات ماذا؟ في أوقات الصيام، أو
أحيانا يدخل شيء من السوائل عن طريق حقنة إلى مهبل المرأة من الفرج لكي يسوي إكسرايز أو أشعة معينة تحتاج أن تكون فيها مادة ملونة. أيضا القسطرة التي تدخل من إحليل الرجل لما يكون إنسان مريض الله يعافينا وإياكم يحتاج إلى هذا الكاستريشنز أو هذه القسطرة. إذن الشرع شيء عجيب. الشيخ الخضير في مرة بيتكلم بيقول جلس علماء المالكية يسألون في مسألة هل يكفر تارك الصلاة، قالوا هذه مسألة لا تتبادر إلى الذهن أن مسلما لا يصلي. كلام ده سنة 700 هجرية. قالوا معقول مسلم ما يصلي؟ ما تتبادرش إلى الذهن يعني. سبحان الله. الأحناف عندهم في مسائلهم حكم الصلاة في الأرجوحة المعلقة. ماذا يتبادر إلى ذهنك من العنوان هذا؟ الأرجوحة المعلقة. عندي كتب. طيب. عندي كتب عندهم تراويح. إحنا عندنا ركعة واحدة حق الدعاء وما عندهم ركعتين. طيب. عندي كتب. حاضر. حكم الصلاة في الأرجوحة المعلقة يقاس عليها الآن حكم الصلاة في الطائرة. من 14 قرن هم يدرسونها في مثل هذا، وهكذا لما تقرأ في كتب أهل العلم تجد شيئا عجيبا. ولذلك ما ترك السابق للاحق شيئا، وكل المتأخرين هم عيال على فقه المتقدمين. قالوا وقطر في إحليل. عرفنا الآن ما الذي يدخل من الفرج أو ما الذي يدخل من الإحليل للرجل هكذا. ومن قال مثل هذا عند الأحناف؟ أبو حنيفة قال لا يفطر. محمد بن حسن الشيباني قال يفطر ثم توقف في آخر عمره في المسألة. وقال أبو يوسف يعقوب صاحب كتاب الخراج يفطر. وعند الشافعية كذلك، وعند الحنابلة كذلك، وعند المالكية لا يفطر، لا قبل ولا في الدبر. وأما في الدبر وقالوا وكل ما دخل من الدبر من ماء أو من مائع أو من جامد فهو يفطر. ومنهم من قال إذا دخل المائع يفطر وإذا دخل الجامد لا يفطر. وقالوا ومن أدخل أصبعه مبتلا في دبره أفطر. هذا قول الجمهور إلى المالكية. من أين أتوا بذلك؟ لأنهم اعتبروا أن هذه الفتحة، فتحة الدبر، مدخل إلى الجوف. وقالوا، يقول ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قالوا ومما اتفق عليه أهل العلم أن المفطرات المتفق عليها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال ربنا تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تخدون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا آية الجماع. وكلوا واشربوا هذا الطعام والشراب، هذا اتفاق بين أهل العلم، طعام شراب جماع هذا كله ماذا؟ مفطر. فقاسوا عليه دون هذه الثلاثة ما يكون في حكمه باعتبار أن الطعام والشراب داخل وأن المني إيش؟ خارج. فكل ما دخل إلى الجوف وكان مغذيا له حكم إيش؟ له حكم الإفطار. ومن هنا قالوا الحبوب المحاليل الانفيوجنز المغذية هذه التي توضع عن طريق الفاينز عن طريق الوريد هذه إيش؟ هذه مفطرة. ثم أتوا وقالوا وكل قطرة في عين أو في أنف مفطرة. ومنهم من قال لا ما هي مفطرة، وإن وجد أثرها فين؟ في حلق، لأنها ليست مدخل طعام ولا مدخل إيش؟ ولا مدخل شراب. قال أهل الطب الآن إنما الأنف مدخل للطعام، بدليل الآن أنا وقفت على هذه الحالة بنفسي، بعض المرضى ما يقدر يأكل من فين؟ من فمه، فيجعل له أنبوب يدخل من الخشم إلى المعدة. رأيتم النزاع فين عند أهل العلم في مثل هذه المسائل. طب الخلاصة
في من كان فيما يدخل. نعم. وما الذي يدخل من 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 الدبر؟ يدخل من الدبر اللبوس السبزترز هذه اللبوس و الشرجية الفتحة إيش اللي هي الحقنة، ماذا الحقنة الشرجية. والشيخ بن عثيمين سئل فيها قال أرى أنها لا تفطر إلا أنها ليست طعاما ولا شرابا، اختيار شيخ الإسلام التيمية، إلا أن يقول الأطباء أنها أنها مفطرة. وفي المؤتمر الطبي قالوا إنها ليست إيش طعاما ولا شرابا ولا في حكمه، إنما الغاية من الحقنة الشرجية هي عملية تليين لاكزيتيف للفضلات التي حصل لها كونستيبيشن. الإنسان يكون لما يكون عنده إمساك ما يقدر ينزل، فيضطروا يدخلوا لهذه الماء الذي يندفق بقوة ليسهل له، فيدخل على الأمعاء فيسهل إيش عملية إخراج هذه الأشياء. كلام دقيق جدا يا إخواني، كلام يعني ماتع للعلماء في المسألة. ما يحتاج الإنسان يعني سبحان الله أنه ماذا أنه يستهزئ به. فإن كان يأخذ بقول الأحناف أو قول الشافعية أو قول الحنابلة مفطر، عند المالكية ليس مفطرا، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ من بن عثيمين أن الحقنة الشرجية، وأن إذا كان الإنسان يغسل في الدبر ودخل الماء إلى جوفه من شدة دفع الماء أنه ليس مفطرا، أنه ليس طعاما ولا شرابا، ولا في منفذ طعام ولا شراب، ولا في حكم الطعام ولا الشراب. وهذا الأقرب إن شاء الله. نعم.